كنيسة سان كاترين بترجع للقديسة كاترين، هي من مواليد اسكندرية، مدينة الاسكندرية، وهنا يعني بيرجع لأصولها للقرن الرابع. وبنشوف يعني هو كان في انتشار للمسيحية في القرون الأولى، وكان في الاضطهاد الوثني، هي أكيد استشهدت على يد الأباطرة في العصور الأولى. الموضع الأصل بتاعها هنا، يعني المعروف دايما كنيسة سان كاترين بجبل سينا، لكن ملهاش التكريم أو المكانة بتاعتها بالنسبة لإسكندرية بشكل كافي. المكان هنا يعني بيرجع كمان تأسيسه للرهبان الفرنسي كان في القرن الـ13، ملكة نابولي أرسلت بعض الرهبان، كانوا 4 من الرهبان، بغرض مساعدة الجاليات الأجنبية والأوروبية المتواجدة في اسكندرية. كمان هنا مهم أنه في القرن 1300 حضر الرهبان، كانوا متواجدين في القنصلية الإيطالية المتواجدة في اسكندرية لمدة 200 سنة. بعد كده فكروا يبنوا معبد أو كنيسة صغيرة على أرض اسكندرية، بنوها على اسم سان كاترين، وده للأصل بتاعها.